صباحكم مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم فقرتنا الرياضيه. اليوم انا وكوتش زينة راح نشرح عن تكنيك التمارين، كيف لازم نعمل التمارين، التمارين المهمه والاساسيه واللي بتحرك لنا العضلات الكبيره. هلا راح نبلش ستريتشنج انا والكوتش، بلش من تحت نعمل ستريتش رجلينا، انه اغلب الناس بيغلطوا بتمارين معينه، احنا نعطيكم الديتيلز تبعتها كيف لازم نعملها 100%. التمارين دائما الناس بتغلط فيها وبتعملها برضو بنفس الطريقه غلط، في تمارين اصلا ما لازم نعملها، هلا راح ارجيكم اياها. هلا ارجي اليمين لقدام، قد الشمال، استرتش خفيف من انه الجو بارد، احنا عاملين عمليه احماء قبل ما نبلش. يمين شمال، دائما في الجو البارد لازم نرفع درجة حرارة الجسم لحتى نتجنب الإصابات، الشد العضلي ممكن اللي يصير معنا. هلا لقدام، يمين شمال، يمين شمال، زين. هلا إيدي، أحرك إيدي، قدام، هذا الوراء، ننزل ونطلع، مهلي شوي شوي. بعدين راح نبلش انا كوتش زينة اول تمرين نشرحه. اوكي، اول تمرين راح نبلش فيه اللي هو السكوات. سكوات، تفضل كوتش، شوفوها من الجنب. طبعا دائما التمارين لها مكان، اليوم حلقتنا شوي شرح اكثر، لها مكان لازم نشوف منه. يعني السكوات ما بزبط اكون، نرجع شوي لورا كوتش، ما بزبط اكون انا قدام اي حدا بتمرن، خاصه سكوات اكون قدامه، لازم اكون على جنب لحتى اشوفه. هلا هنشتغل تمرين سكوات، نضل تحت، صابع رجلي ستريت، توز، اوكي، شايفين كيف اول شيء ظهرها هي طريقة مستقيمة، أهم إشي دائما ركبي، ضل تحت، ركبي ما يطلعوا عن أصابع رجلي، وهم إني ما يطلعوا عن التوز، لأنه إذا طلعوا راح يصير في كثير برشر عني وراح تسبب لنا إصابة. نعمل خمسة بطريقة صحيحة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، كمان واحدة، خمسة. هلا راح نعمل الطريقة الغلط، تمام كوتش؟ الطريقة اللي بتسبب لنا إصابة أو ممكن إنها تسبب لنا إصابة على مدى بعيد إذا بنكررها بشكل كثير عالي. أوكي، طلع رجلينا لبرا، شايفين كيف ركبها طالعين عن أصابع رجليها برا، ننزل كمان أحني ظهري شوي، هاي هي الطريقة الغلط. نطلع وننزل، نعمل خمس تكرارات، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، وقف، إن شاء الله ما نسبب لك إصابة. بس هاي هي الطريقة الغلط اللي ممكن احنا نسبب لحالنا إصابة. عشان نبلش تمرين سكوات احنا إذا ما بنقدر نعمله لحالنا، في إنه بنقدر نستخدم كرسي، نجيب كرسي أو أي طاولة، أو إذا كنا بالجيم بنجيب بوكس أو بنش، بنقدر نعمل بكل سهولة تمرين على الكرسي. نعمل برضو خمس تكرارات، اثنين، وسيفتي كتير إنه نبلش على كرسي أو على بنش، كمان واحدة بس. هلا هنعمل تمرين اسمه ديد ليفت، نجيب الدامبل سكوتش، نوقف على الجنب برضه. برضه تمرين الديد ليفت هو لازم نشوفه من الجنب مش من قدام، اي حدا بشوفه من قدام انا ما بكون بشوف التمرين 100%. اوكي، بحرك لنا طبعا الهامسترنج، الجلوتس، اللور باك، اللمبر سباين، ننزل عمهلنا شوي شوي. هلا هنعمله بالطريقه الصحيحه، الطريقه الصحيحه انه يكون ظهري ستريت، بدفش الهب لورا، شايفين كيف راس كوتش زينة مش مرفوع، اذا كان مرفوع حيصير في عندنا برشر على الفقرات من فوق، عشان هيك دائما راسي بيكون نازل ستريت. هلا بطلع، حنعمل خمس تكرارات، 1
شايفين كيف عم بتفش الهبل لورا 2 كمان 3 3 بس انه شوي شعرها طويل هي مش مبين كثير 4 كمان وحده 5 هاي الطريقه الصحيحه لتمرين الديد ليفت. هلا والديد ليفت تمرين من التمارين اللي صعب شوي انه نظبط تكنيكها. هلا راح نعمل نفس التمرين بس بطريقه غلط اللي بسبب لنا اصابه. هننزل شوي شوي احني ظهري شوي شايفين كيف ظهرها هون هاي غلط هون بصير عندنا برشر على الفقرات راسها كمان كل ما كان مرفوع كل ما بسبب لنا برضه برشر على الفقرات وهي بسبب 90% تقريبا اصابه. نطلع نضل نعمله 5 تكرارات بطريقه غلط 2 3 كمان 2 4 كمان 1 5 اوكي هذول 5 تكرارات كانوا غلط. هلا راح نعمل تمرين اسمه شولدر بريس. لا هنضل ماسكين الدامبلز نقعد هنا هنعمل بطريقه صحيحه اللي هو تمرين للاكتاف. هنطلع فوق 1 ننزل 2 كمان واحده ونثبت تحت 3 هلا شايفين ايدينا كيف لازم تكون زاويه ما ننزل كثير وراسي ما ارجع لورا ولا اقدمه لقدام. هاي هي الطريقه الصحيحه 100% وحسب قوه. اذا كان عندي في ناس عندها كثير راوند شولدر او انحناء بالظهر بنسميه ما بزبط نعمل هذا التمرين. هلا راح اورجيكم كيف. اوكي هلا راح نعمل بطريقه غلط. نطلع لفوق طريقه غلط قدم راسي لقدام اوكي هيك كوتش زينه قدمت راسها كثير لقدام صارت تنزل كثير بايديها شايفين كيف. وهي الطريقه غلط اللي ممكن نعمل فيها تكنيك هذا التمرين. ننزل كمان هون راح يسبب لنا اصابه او احتمال الاصابه من 80 ل 90% اوكي نطلع نوقف كوتش. هلا راح نعمل راوند شولدر لنعتبر كوتش زينه انه عندها انحناء بالظهر. نعمل شولدر بريس. الناس اللي عندهم انحناء بالظهر راوند شولدر بهي الطريقه صعب انهم يعملوا هذا التمرين. شايفين وين راح نطلع بالدامبلز تطلع لقدام وهذا الحكي بسبب كثير ضغط على مفصل الكتف اذا كان عندنا انحناء بالظهر. كمان وحده بس اوكي. هلا راح اورجيكم تكنيك البلانك سهل بس بدنا نركز فيه شوي. اغلبنا بنعرف تمرين البلانك. ننزل تحت اوكي تمرين البلانك رجلي لازم يكونوا مفتوحين شوي ما اسكرهم كثير. شد على عضلات الهب شد عضلات الكور ماسلز الابدومينال هنا وراسي لازم يكون نازل بهاي الطريقه. اغلب الناس نرفع راسنا كوتش هيك غلط ما بصير لانه بصير عندنا برشر هون على الفقرات. انزل راسي لتحت هاي هي ارفع شوي لا نزل شوي صغيره هاي هي الطريقه الصح 100% لتمرين البلانك. اوكي ستوب اطلع فوق تعبت الكوتش اوكي. هلا راح نعمل تمرين اسمه سبلت سكوات. انزل تحت هون برضه هذا التمرين لازم نشوفه احنا من الجانب ما بزبط اوقف قدام اشوف التمرين لاني ما راح اشوف اشي. اوكي راح نطلع وننزل هنعمل بطريقه صح كمان نكمل 1 شايفين كيف ركبها. نعمل كمان 3 2 كمان واحدة وضل تحت. ركبتي برضو ما تطلع عن اصابع رجلي اني ما يطلع عن التوز. ظهري ستريت شاد عضلات بطني عشان ما اروح لا يمين ولا شمال. هلا راح نعمل بطريقه غلط شوف الطريقه الغلط كيف اني اقدم لقدام وظهري برضو ارميه لقدام وهاي الطريقه بتعمل كثير برشر على مفصل الركبه. هون برضو احتمال اصابه عندنا 90% تقريبا خاصه اذا كان مع وزن. كمان واحده بعد هاي هنعمل استوى تزبط. ممكن نعمل استرتشنج خفيف انا وياكي هون. طبعا ورجيناكم احنا اهم التمارين كثير شائع وكثير ناس بتعملها غلط بشكل مستمر ورجيناكم نبذه عنها كيف ممكن انه نعملها بطريقه صح. طلع فوق هلا دوم انا ما اشتغلت لحالك اشتغلت بدل الشمال
نفض رجلي. طبعا هيك انا وكوتش زينه بكون خلصنا تمرين لليوم. عنوان حلقتنا كان التكنيك الصح للتمرين. ان شاء الله انكم تكونوا استفدتوا منها. هلا راح نروح مع عبود لحتى نشوف الابراج.